les administratifs et les étudiants. Ils ont déployé beaucoup d'efforts. Donc, scientifiques et techniques, aujourd'hui, donc mercredi 25 mai 2022, enregistrement, et ce thème, ce colloque s'intitule La migration sud-sud et intégration des migrations sahariennes, subsahariennes. Nous allons voir les enjeux, l'ensemble des défis et les perspectives maroco-africaines. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على الدعوة من أجل هذا التصريح. في حقيقة أنه هذا المشروع ابن خلدون هو مشروع يعني معتمد من قبل سينغستي، وهذه هي السنة الثانية ولم يكن هناك أي انقطاع، بل بالعكس كان هناك عمل جبار جدا بين كافة أعضاء هذا المشروع، حيث قمنا بإنجاز عدة مراحل ونحن الآن في المرحلة الأخيرة، فقط مرحلة تتعلق ببعض الدراسات الميدانية حسب المناطق النموذجية التي أشرنا إليها في المشروع منذ البداية، ويتعلق الأمر بأكادير. سنقوم ببحث ميداني في أكادير الذي كمدينة تنتمي إلى جهة جوز ماسة، وكذلك سنقوم ببحث ميداني في الدار البيضاء الكبرى التي تنتمي إلى جهة الدار البيضاء سطات، وأخيرا وقبل الأخير مدينة الرباط سنقوم فيها كذلك ببحث ميداني والتي تنتمي إلى جهة الرباط قنيطرة. وهنا في هذا الباب قمنا ببحث ميداني سنعمل على تكميلته إن شاء الله في الأسابيع المقبلة. وأخيرا البحث الميداني بمدينة طنجة التي تنتمي إلى جهة طنجة تطوان الحسيمة. إذن هناك جهود جبارة جدا تبذل في هذا الباب، وهناك يعني تضحيات من طرف الأساتذة، وبحيث أن التقرير الذي قمنا بإيداعه حسب التزامنا مع سينغستي قمنا بوضعه وقبل بالقبول. والسؤال الذي يطرح هو آفاق مستقبلية هذا المشروع. آفاق مستقبلية هذا المشروع، نحن سنعمل إن شاء الله على تكوين خلية اليقظة للبحث والدراسات أو للخبرة والدراسات في مختلف مجال الهجرة والإشكالات والإشكاليات المرتبطة بها، بحيث أنه الهجرة أصبحت الآن يعني هجرة انطلقت من الدول السائرة في طريق النمو إلى الدول المتقدمة، ولكن مع هذه الأزمات أصبحت هجرة معكوسة. إذن من بين النتائج المثمرة لهذه الأنشطة العلمية التي يقوم بها مجموعة هذا المشروع، قمنا بإصدار كتاب علمي قيم جدا تناولت مختلف القضايا المطروحة على صعيد العديد الدول، سواء الدول التي تعد تقليديا كدول مستقبلة أو الدول الحديثة كالمغرب التي أصبحت بلد استقطاب بالنسبة لمهاجري الساحل والصحراء. ثم كذلك قمنا بوضع مختلف التوصيات داخل هذا الكتاب من أجل العمل به إذا تمكنا من نشره على مستوى يعني على كافة المستويات والآن إن شاء الله سنأخذ على عاتقنا إصدار كتاب جديد يتعلق بهذه الندوة الوطنية، وسيكون هذا الكتاب يعني تكملة لمختلف الأنشطة العلمية التي نقوم بها. ثم كذلك أخذنا على عاتقنا
القيام أو تنظيم تظاهرة علمية أخرى في مدينة أخرى، إما مدينة أكادير أو مدينة الدار البيضاء أو مدينة الرباط أو مدينة طنجة، باعتبارهما يعني مناطق البحث الميداني. وطلب ومن بين التوصيات الأساسية طلب منا القيام بمؤتمر دولي في مدينة الداخلة، وهذا شيء مفرح ويثلج الصدر ويبين مدى أهمية هذه الأعمال العلمية التي نقوم بها على صعيد الجامعة شعيب الدكالي. نتقدم بأحر تشكرات لرئيس جامعة شعيب الدكالي الذي قام بمجهودات جبارة من أجل إنجاح هذا المشروع على مختلف المستويات، وكذلك نتقدم بالشكر إلى نائب الرئيس نواب الرئيس على صعيد الجامعة، وبالشكر كذلك الموصول لعميد هذه الكلية كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الهيئات أو البنيات التي قدمت لنا التسهيلات الكافية من أجل إنجاح هذا المشروع، وكذلك نتقدم بالشكر كافة الشركاء المعنيين بهذا المشروع، بحيث قد كانوا بالنسبة لنا في هذا المشروع إضافة طيبة وقيمة، يعني قيمة قيمة جدا. نعم نوعية تمام. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.